البارح عديت لكم فيديو في واحد تونسي لاكسون بتاعه اللي فيه سفاقسي، قال لك اختي مريضة عندها 39.5 سخانة وراسها يوجع فيها وما تنجم تتنفس وتكح، هاني عزلتها في بيتها وكلمت 198 ولا شي با كوا، ينقز 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 وما يجاوبش. صبر طرف وعاود لهم ناقز 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 ناقز. بعد قحبة قلت له وي، قال لي مرض مكرز عليه قد وي، لا المركز الصحي كذا عسلامة لا وي. قلت له اش تحب هكاك اش تحب؟ نحب نيكا، نحب اللعب هولك، نحب الحنش متاعي ندخل هولك في عينك، هاوش نحب. انتي 198 وانا طالبك، نطلبك في رب صحلة بلابي، طالب زب ورمك في مهلة بيا، طالب زب ورمك انا في خبزة جاتو بالدرع، جاتو جاتو مش جاتو جاتو من جبت ربك. انت توا كي الناس تتحكك في بعضها في الكار، انا فر في الكار والمترو هكو هكو هكو، الناس انتاسي كوم دي ساردين، سيتادير كون ملتيبلي لو فيكتور دو كونتامينياسيون بار 10000 هكا ولا. بعدين وزارة الصحة أعطت للمصلين 15 دقيقة باش يعملوا فيها تحية لازم كده لحظة خطبة الجمعة بالهر بلفتوا باه. أنت تنجم تبلفت في الشعوذة الدينية نتاعك لأنه الدين ما عنده حتى قيمة. أما الفيروس ما يلعبش مع الدين ربك. الاقتصاد مش يقف أوني داكور. المصانع المنتجة الحاجات الحيوية تتعمل ليستا في سعدي ربك، عندك 400 و500 كادر ولا 600 ألف كادر يخدموا في الدولة، قديش يخدموا في الدولة متعهم؟ مليون ونص زبي، ما فيهمش كوادر تخمم ربكم، وين ماك لقراو ليش يسي يكذبوا على زبوبنا، أنا كل يتعديوا في التلفزيون ويفشوا على زبوبنا، أعطيونا دي ربكم دي بلون داكسيون، فهموا رب الأخرى المعلمية كيفاش. خلي الترونسبور يمشي كل الناس المنتجة الخرا، شو شو اللي باش يمشي يشري باجيتا يمشي يشد يمشي الدم ويعمل شفح، تاخذ البيش مش تاخذ باجيتا، الناس تروح على صاقيك تروح على صاقيك، ما يركبوا في الترينوات كان الناس اللي حاستهم بهم. والناس اللي تبدا السيرفيس الاولانية باش يسوقوا الكيران، اليوم الناس تستنى في الكيران الستة جاهم السبعة ونص، علاش؟ لانه اللي يسوقوا في الكيران ما لازم شكون يهز دي الرب ولا الدب ولا اش قاعد ينيك الجيش. مو الجيش تعطيوها رب ادريسات الخرا العوانم تاع رب السنتي ولا سنسيا بسم ربها في تونس، الشركة القومية للنقل ورب والمترو ثقيل هي المترو الخفيف حتى تضربوا كان في الخفيف. مو كراهب رب كل كولونيل وجنرال وزب عندهم كراهب، الدولة كلها عندها كراهب، سيبوا رب الكراهب يمشيوا يجيبوا رب الشوفرة باش يجيو في الوقت يسوقوا بالشعب يا منايكين. ما قريتوا لهاش الرب حساب هذيا. لو انت تقول الابتداء العمل في ستة متاع الصبيح، اي وانا انا الشوفير ونسكن في باب سعد وفي اسم ربا في الشرقية ولا في سرم الدنيا والخدمة متاعي في قمرت، كيفاش نمشي الرب قمرت يعني؟ شو شو اسأل اي ابيديمولوج، اسأل اي فيرم اللي في فرنسا، قل له شوف كي يبدا واحد مريض مثلا عنده قريب ونسكروا عليه في بيت فيها 100 واحد، قداش عنده امل باش يعدي من واحد؟ فما ستاتيستيك فيها. هذه مش قريب نورمال متاع خنانة ورادو بزيق وزكمك وطرف سخانة وعطسة وبعد لباس، ندفعو شطر الشهرية، ندفعو شطر الشهرية، وانتي مش لازم تدفع حتى مليم يا ميبون، انتي تفاصون ميت، انتي تقول الفلوس اللي قاعد تاخو فيهم 30 مليون، قاعد تصرف فيهم انتي ميت، انا متأكد لا تاكل لا تشرب، ريتوش هالمنيك هذايا ياكل ربو، كان يعدي فك القهوة ذاك برودوي شيميك الزب، اصور شنو قهوة مش قهوة ذاك الزب. تلقاها جيز ولا بيترو شسرو في الزكم هو سي با نيتر هيومان سي تا هايلاندر الزب سي ان ريفونون ربك اترافيغ لي سيكل. حتى ربك ديفيزيون دو لور دي زور دو ترافاي ما تعرفوش تعملوها، تقسيم ساعات العمل ما تعرفوش تعملوها، مو عملوا جماعة الصباح وجماعة العشية مثلا. انا نقول لا الناس كل تشد الرب دارها بوندون 14 جور بيرسون نو سور، مش باش نخسروا اكثر من فلوس من الشهر كامل بتاع رمضان حتى حد ما يضرب في دير ربة حتى ضرب. اخي في رمضان تخدموا يا زبي، سامحني سامحني، في رمضان تخدموا ما تخدموش، وايامات العيد تخدموا ما تخدموش، وفي المولد تخدموا ما تخدموش، وايامات المولد تخدموا ما تخدموا ما تخدموا وقتاش تخدموا يا زبي، وفي الصيف سيونس يونيك واحد شادد والاخرينيك في البلاد. شو شو
نحن معناش ذخيرة، نحن رانا في العرك التوانسة الطيارات، أما معناش ذخيرة باش نشدوا بها أكثر من ساعة حرب، بعد ساعة حرب معاش عنا ذخيرة، تركش راسينا نموتوا. إيش لازمنا نعملوا؟ نعملوا تراجع تكتيكي، ونغيروا ميدان المعركة، يصبح العدو فيها معزول، وشكون العدو هنا اللي باش نعزلوه؟ هو كورون يقعد يحوس وحده في الشارع لين يموت كل كلب، أكله يموت بالجوع، يندثر دي الرب. هنا توندو اخواتنا الكفار تو لقاو رب فاكسان ودو هكا ولا اه بالكش الفرنسيس تو خرجوا لنا النار اه تي حق حكيت شو شو يا طحانه يا كلاب هذه حكيت ناس كبار حكيت الفيروس صنعته الصين وفرنسا هذه كلام تاع ناس كبار ما يحكوش فيه الاولاد صغار وخاصه المسلمين او المسيح يقول لك نحن ابناء الله انتم عبيد الله هالاحتقار متاع ربك شدت شنو كلب متاعك عبد متاع ربك انا يتربى هالزبي احنا معناش ذخيرة تشدنا اكثر من 270 جهاز تنفس اصطناعي معنا كان 270 كرتوشة الى استهلكنا ال 270 مركز هذايا تاع تنفس اصطناعي خلقوه الكفار مش خارج من القرآن يحرق دم امك دم امك يحرق الريسبيراتور هذايا لاسيستونس ارتيفيسيال دو ريسبيراسيون هذايا مش في القرآن عنا منها كان 270 كعبة إلى إيه فتنا ال 270 ال 271 يزم يموت فورسيمون فهمت ما عادش تحكيوا لحكاية الفارغ الصين هي سبب الهلاك وزي ما تخلص لتونس العالم الآخر بول عليه نحن كرئيس نتاعنا كان راجل راهو استدعى سفير الصين يقول له بيني وبينك برجولية انتوما تاكلوا في حيوانات مضرة بصحة الإنسان عديتوا بها الإنسانية نكتوا لي بلادي انتوما شنو تنجم تعمل باش انا نقف مع زبور امك دبلوماسيا في العالم شنو تنجم تعمل لي انت هو نحن تنكنا تو تشوف كيفاش بالسيف على ربهم يكح يجيبوا اللي عملوه في بلادهم يعملونا نحن انتم ما تعرفوش تخدموا ما تعرفوش فوق على الزين تو تحبوا تحشيوه لفرنسا ينعم بوكم وبو فرنسا صافا اي من بعد وقت اللي انا صافي جو سي با كومبيان دو عاش انا صافي 15 جور ولا قداش وانا نقول لكم يفو لا لوا مارسيال الاحكام العرفيه في البلاد هاكا توا بداو كل ما سرقوا لي في كلامي اما ناقص الانتيبيوتيك الاحكام العرفيه مخي مش في جبل الجلود داروا على كاميون متاع سميد ونهبوه في جبل الجلود في العاصمه بخلاف القصرين راهو شو كان ميهبطش العسكر وما تتسربش الامور وناس اللي لازموش يخرج ما لازموش يخرج وش دارو اخي انا مش قبل تخرج للشارع الا ما تعمر ورقه وتثبت فيها وين ماشي ويجمك الشهاده اللي تثبت انها صحيحه انا تكلمتها اليوم 4 5 جور بيوتار عملوها في فرنسا مش نقول معناتها سمعوني ولا سرقوا كلامي ولا حاجه لم كنت انا فقد بدير ربها اقبلهم يسميتون باوسي انا ملقي يتبعوا في الفرنسيس في بالي وقالوا هالي يا توجور دلا لوجيك انت كنايبه في عوده في مجلس الشعب والحزب نتاعك مشارك في الحكومه في عوده تقطر القارص في عينيك في عوده تقطر القارص في عينيك باش تلقى حل كيما لقاه جلال بريك هكا توا دول العالم هي شنو بخلاف الصين اللي عمل الكوفر فيه شكون قال كان جلال بريك الصين علاش عملوه لانهم شيوعيين الحزب الشيوعي معروفه اوتوريتير غطرسة الحزب كوادر الامه كلهم قاعدين يتفرجوا في جلال بريك ويسرقوا له في كلامه كي حاجات قويه على مخاخهم مي براتيكوهاش 100% يا اخي تتفرجوا فيا كل يوم قداش عندي 10 15 يوم ونقول لكم رب الاحكام العرفيه والتاريخ وراكم انه جلال بريك عنده الحق بانه الناس تو بدات تنهب وتسلب جماعات وافرادا نو دي بي دو فامي كي بي امات ام امراه ظهر عندها اولادها امراه كبيره وراجلها كل واحد هز بارتي اشكاره شادينها مع بعضهم وهربين بشكاره سارقينها سي لي بير دو فامي سيتا فولي كان معناتها اباء والامهات يسرقوا بداوا يسرقوا مال اولادهم مش باش يعملوا نهار الهيجاء نهارة العركة نهارة الخنقة نهارة الحزة نهار حكان الركب نهار ضرب التيتسي كومون فوز علي فير يفو توت سويت امبوزي لوردر بوبليك غيت ريتابليغ لوردر بوبليك
rétablir l'État, rétablir la République et interdire les libertés publiques. Et donner plein pouvoir aux armées pour diriger et dérabler le pays. Sous l'égide du gouvernement, bien sûr. Mouchrab hukm askari. Ou la hukoum hani de mazilt maoujou, t'en a'ti ha ta'limat, michoulé, mouch lézem tawa t'oukhdu ta'amlu ijtima'at, ou 500 wahed, ou flous, ou kol shay, ha? Ha, kol fi, c'est gratuit. T'farjou fi jalal brik, ti humma yitfarjou fi. Tabqou klem, yazib. قديش باش نخسروا الى مثلا وقفنا الاقتصاد شهر قديش نخسر 400 مليار الى ما وقفناش الاقتصاد باش نخسروا 1000 مليار لا شو تتنظم الامور تتنظم الريستورونات الكل سخرها الدوله يعمل يصنعوا كاسكروتات يدبروا روسهم يعملوا كاسكروتات والشعب والجيش يدور يحوس يوزع الكاسكروتات للناس ما عندهاش باش تاكل تسخر الدولة كل شيء كل شيء ولا ملك الدولة تولي مشاع شيوعية الدولة ولا تولي دولة شيوعية كل رب موارد الأمة تستعملها الدولة كل شيء بما فيهم الفلوس اللي سرقهم سليم شيبوب وقال رجع 500 مليار أو سليم شيبوب يسكن في سيدي بوسعيد برا له لسيدي بوسعيد يسكن في سيدي بوسعيد بعد السفارة الأمريكية بعد دار السفير الأمريكي برا جبدوا دير ربهم من الدار وقولوا هات معلش فكهم له ديريكت من البنكة هو حطتهم البرة وتلقاح اي روح شوف يا سليم شيبوب كان انا نحكم في تونس اقسم بشرفي راني عاود طهرت لك من جديد والله انطهرت لك دوزيام فوا انت ولدك يوسف 100000 تتفرجوا على مين صفر حطوا فيلم بورنو مش خير هي بلاش سامحني تو هي معناتها الرقص انا ضد الرقص هي اللي اون مونك دو ترافاي تحب تجلب الانظار ليها تحب تعمل بوز تحب تعمل موعد يومي فوزير رمضان ترم مين اسفر شكون اون بروميير ليني في الحرب هذية شكون في الخطوط الاماميه في خطوط التماس مع العدو كورونا شكون في فرنسا شكون امك بوك لا هما لي زانفيرمي لي زانفيرميير les médecins, les chirurgiens, le personnel médical, l'état الطبي عموما هما في الخطوط الاماميه به كي انا حطيتوني في الخطوط الاماميه وفرنسا اليوم هذا يقولوا فيه عندهم هم مستعرفين فرنسي قال لك اولاد الطب ولادهم الصغار طبعا عندهم اولادهم صغار ولا كي يمشي يخدم شكون يشد لاولاده ما عندهم فما الدوله متقبيه بهم حتى لهم دي بروفيسور لهين بالصغار بولادهم ما عندهمش دي ماسك قال لك اخويا انا ما يساعدنيش انا ولدي انا نمشي ندين حارب في الجبهه ولدي نحطه مع 10 ولا 15 طفل ما غير كمامه وما غير زي بالقبط انا ما عادش نخدم حتى انا زاد شنو ما قالوش هكا مي براتيك ما معناته مالا في تونس كيفاش تعرف الطبيب يخدم 8 ولا 12 ساعه يزمو يبدل مو 4 ماسكوات يوم ولا كل فرملي ولا اللي هو اللي يخدم في الاطار الطبي كل يوم يلزمو يبدل 4 ماسكوات عندكم 4 ماسكوات توما في تونس ما عندكمش حتى ماسك تعرفي بالك من المسائل الكبيره العلميه اللي تعاركنا عليها في الليسي نحن في المكتب نتاعنا في الليسي الاستاذ نتاعنا وقد اختلف العلماء قرانا واحد قرا في الزيتونه استاذ في العربيه الاسلاميه وقد اختلف العلماء على تسميه الامام ابن عرفه فهنالك من يقول ابن عرفه وهنالك من يقول ابن عرفه هاي المسائل الفلسفية اللي انتم تتعاركوا عليها ولا ترمت نرمين اصفر امان امان يا الماني سافر علي وخلاني ولليري يما لليري اش معناتها لليري معناتها الى ايري لليري يما الى ايري لليري يما لليري انتم جماعة لليري يما حتى عبو كل وجهها خايب وكل عيشه راجل نتاع نرد تتفرج نرمين اصفر وقت اللي قادمين على حرب انتوما شو ريتو الطليان ما سمعوش كلام جلال بريك وما عملوش الكوفر فو ريت كي خليت على الدين والديهم فرنسا هاي جاي شو فرنسا تو شو فرنسا امها باش تتناك ها بنا فرنسا امها باش تتناك علاش على خاطر تخدم بريمير
دوزيام ايتاب تروزيام ايتاب كاتريم نو ماشي كهربرا ماشي سياره ماشي طوموبيل هذه حرب يا دين الزب هذا يعدو يراكم ولا ترونه وبليس بليد هذه كورونا خريه ريتو كل الجرون اللي خارج هذيك اللي فون خارجين هذوكم انا هذاكم فونتوس علكة لك يلصق فيك العلقة هم عملوا ستاتيستيك في الغرب شوفوا شنو الناس في فرنسا شادة ديارها شنو الحاجات اللي يتفرجوا فيها الفرنسيس جا الجنسون كاتريام بوزيسيون يتفرجوا الناس قاعدة في الدار يتفرجوا في البورنو كاتر لي كاتريام رابع أكثر حاجة تفرجوا فيها الفرنسيس في الانترنت وفي تونس شنو تتفرجوا كان نعمل عليكم اناليز شنو اول حاجه مش البورنو والحاجه البورنو والدين هما الفرنسيس شو فما دي 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 شين سيانتيفيك فرنسيس نتبع فيهم يحكيوا على العلم فيها مليون ابوني لي كومونتير 5 10 15000 كومونتير وكلهم دي كومونتير انتريسون فرنسيس بخلاف يتفرجوا في البورنو يتفرجوا في العلوم علم الاجتماع الكي علم يتفرجوا فيه بيثقفوا رواحهم حتى الجنين جارديناج بريكولاج الجاتو كيفاش تعمل خبزه جاتو كيفاش تعمل طيب فطور جديد طيب من روسيا جديده عندهم دي سونتر دانتيري انتم يا الجامع يا الترمه